هو دلوقتي العقيقة اللي بتيجي على النت للناس اللي بتسافر أثيوبيا والبلاد البره، العقيقة اللي هي بتبقى تقريبا ب 1800 او 1700 1000 ونص، العقيقة دي عادي برضو يعني كويس انها تتعمل؟ عادي، لكن ايضا لازم تكون اليد امينة. طب في ناس موثوقة بتعلن عنها ممكن ابقى تبع الجمعيات دي؟ ممكن اذا كان موثوق لديك ممكن، لكن عملوها في بلدك افضل، وذلك لانها شعيرة من شعائر لا تنشر، وإذا أنفقت مبلغا زائدا فالله سبحانه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقال النبي لعائشة أجرك على قدر نفقتك.